أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. في إطار الحوارات التي نخصصها لقطاع الطرق في المغرب، ونظرا لأهمية البنية التحتية الطرقية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذا في فك العزلة عن العالم القروي، سوف نتطرق اليوم لأحد مصادر تمويل هذه الطرق، ويتعلق الأمر بصندوق تمويل الطرق. ولتعريفكم على هذا الصندوق ومهامه والدور الذي يلعبه، يسعدنا أن نستضيف السيد أحمد إمزيل، مدير صندوق تمويل الطرق. أهلا بك سيد إمزيل. شكرا للاستضافة. مرحبا بك. أولا سيد إمزيل، أعطنا نبدأ مختصرة عن هذا الصندوق. صندوق تمويل الطرق مؤسسة عمومية تم إحداثه سنة 2004، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ولقد تم إحداث هذا الصندوق من أجل توفير موارد مالية إضافية إلى تلك الموارد المعتادة المخصصة من الميزانية العامة للدولة ومن الصندوق الخاص الطرقي، وذلك من أجل الرفع من وتيرة إنجاز البرامج الطرقية، لا سيما تلك التي تتعلق بالطرق القروية. وتتمثل المهمة ديال صندوق تمويل الطرق في البحث وتعبئة الموارد المالية للمساهمة في تمويل وإنجاز البرامج المتعلقة ببناء وتهيئة الطرق، خاصة الطرق القروية، وكذلك صيانة الشبكة الطرقية لتحسين حالتها وملائمتها مع تطور حركة السير. وماذا عن مصادر تمويل هذا الصندوق؟ مصادر تمويل الصندوق، هناك أربع مصادر أساسية. المصدر الأول هما الدفعات الواردة من الميزانية العامة ومن الصندوق الخاص الطرقي. المصدر الثاني القروض المنوحة من طرف المؤسسات الدولية والوطنية للتمويل. المصدر الثالث دفعات الجماعات الترابية في إطار الشراكة. والمصدر الرابع هو الهبات المنوحة أيضا من طرف المؤسسات الدولية للتمويل. نعم، من بين البرامج التي تقومون بتمويلها البرنامج الثاني للطرق القروية، تحدثوا لنا عن هذا المشروع. بالنسبة للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، أبدأ بالأهداف المتوخاة من هذا البرنامج، فهي يمكن تلخيصها في ثلاث أهداف رئيسية. الهدف الأول هو فك العزلة عن 3 ملايين نسمة من الساكنة القروية، وبالتالي تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الساكنة، وأيضا تسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق الصحية والتمدرس، لا سيما للفتاة القروية. ويبلغ الطول إجمالي هذا البرنامج حوالي 15560 كيلومتر. الهدف الثاني هو تقليص الفوارق بين الجهات والأقاليم فيما يخص فك العزلة. والهدف الثالث هو رفع نسبة ربط الساكنة القروية من 54% سنة 2005 إلى 80% عند نهاية هذا البرنامج. نعم، وما هو حجم الاستثمارات الإجمالي التي تم رصدها لإنجاز هذه الطرق؟ بالنسبة للبرنامج الوطني الثاني، فقد بلغت التكلفة الإجمالية 15.520 مليار درهم. من أصل هذا المبلغ تم التعبئة إلى غاية سنة 2015 14.660 مليار درهم، أي بنسبة 95%. وتتوزع هذه المصادر كما يلي: 9 مليار درهم و475 مليون درهم عن طريق القروض. هذه القروض تم تعبئتها من طرف 10 مؤسسات دولية ووطنية كذلك للتمويل، حيث تم إمضاء 17 اتفاقية قرض ما بين سنة 2005 و2014. وهناك أيضا 3 ملايير درهم و520 مليون كمساهمة الدولة، ومليار درهم و465 مليون درهم كمساهمة الجماعات الترابية، وأخيرا 200 مليون درهم عن طريق الهبات. وماذا عن الأفق المستقبلية لهذا الصندوق؟ بالنسبة للأفق المستقبلية للصندوق، من طبيعة الحال سيواصل المجهودات من أجل تعبئة موارد إضافية للمساهمة في إنجاز الطرق القروية، وأيضا عصرنة الشبكة الطرقية لملائمتها مع حركة السير وتحسين جودتها وأيضا السلامة بهذه الشبكة. وماذا عن الشركات، يعني الشركات التي تقومون بإبرامها؟
هناك عدة مصادر للتمويل كما قلت أنفا، فهناك القروض، وهناك أيضا مصادر مهمة تأتي عن طريق الشراكة لإنجاز الطرق القروية وأيضا لصيانة الشبكة الطرقية لا سيما بالمناطق الجبلية والمناطق النائية. وما هو الوقع الذي يعني تلاحظونه من خلال يعني فك العزلة عن العالم القروي من خلال إنجاز هذه الطرق على العالم أي يعني على ساكنة هذه القرى؟ كما أثبتت عدة دراسات، منها دراسات أنجزت من المؤسسات الدولية للتمويل كالبنك الدولي ودراسات أخرى حديثة أنجزتها وزارة التجهيز والنقل، أبانت عن المآثر والواقع الاجتماعي المهم لهذه الطرق لا سيما فيما يخص الولوج إلى الخدمات والمرافق الصحية، وأيضا تمدرس لا سيما الفتاة القروية. وهذه الطرق أيضا تعطي فرصة للمرأة للولوج إلى الخدمات الأخرى وتوفير وقت للمساهمة في التنمية وكذا للإنتاج. تمام. وماذا عن الشراكات مع القطاع الخاص؟ القطاع الخاص هو أيضا مصدر للتمويل مهم، والوزارة بدأت كتعطي واحد الأهمية لهذا القطاع، وهو أيضا سيكون رافع إن شاء الله في المستقبل لتوفير الموارد المالية لإنجاز هذه البرامج. وتحديات الصندوق، هل هناك تحديات تواجه صندوق تمويل الطرق؟ هناك تحديات كبيرة لأن تعبئة القروض تستجيب متابعة وتستجيب أيضا الاستجابة لمتطلبات هذه المؤسسات الدولية للتمويل والاستجابة أيضا للمعايير التي تفرضها المؤسسات لا سيما تسديد القروض في المواعيد المحددة لها إلى وبالنسبة لتسديد القروض، هل يعني الصندوق يقوم بتسديد القروض في المواعيد المحددة أم هناك عراقيل يعني تواجهه في ذلك؟ الحمد لله لغاية منذ إنشاء الصندوق إلى غاية اليوم جميع القروض تسدد في موعدها، ولهذا حظي هذا الصندوق بالثقة من المؤسسات الدولية، وحاليا عندنا اتصالات بعدة مؤسسات التي تبحث عن مصادر على البرامج المستقبلية للصندوق من أجل تمويلها. فعلا عن البرامج المستقبلية، ما هي البرامج المستقبلية التي ستقوم يعني في الفترة المقبلة يعني في هذه السنة أو السنة المقبلة بتمويلها؟ هناك المواصلة في عصرة الشبكة الطرقية لأنها تحتاج إلى صيانة من أجل ملائمتها مع حركة السير، فكل العمليات التي تتعلق بتوسيع الطرق الضيقة تدخل في الإطار، وأيضا العمليات التي تهم إنشاء ممرات خاصة بالشاحنات من أجل ضمان سيولة حركة السير والمساهمة أيضا في السلامات الطرقية. إذن شكرا لك سيد إمزيل على كل هذه التوضيحات، ونتمنى لكم التوفيق في صندوق تمويل الطرق. شكرا جزيلا. مرحبا بك. أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم وإلى حلقة مقبلة بحول الله.